وللحديث عن التطورات السياسية في تركيا مع إعلان رئيسة حزب الجيد رفضها ترشيح زعيم الحزب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والسياسي التركي مصطفى حامد أوغلو. حياكم الله أستاذ مصطفى. حياكم الله. أهلا بك أستاذ مصطفى. بداية، على أي أساس بنت زعيمة الحزب الجيد قرارها برفض ترشيح زعيم الحزب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو؟ يعني هل هناك أسباب موضوعية لهذا الرفض المطلق برأيك؟ تحية لكم ولكل المشاهدين. طبعا يعني هذا الرفض ليس حديثا، هو يعني منذ فترة طويلة، ودائما كانت تصرح يعني ميرال أكشنر أنها تريد أن يكون هناك مرشحا يفوز بالانتخابات، وهذا يعني هذه رسالة إلى كلجدار أوغلو بأنك أنت لن تفوز بهذه الانتخابات. وكانت تصريحات من أعضاء الحزب بأن مذهب كلجدار أوغلو أنه كونه ينتمي إلى الطائفة العلوية وأنه ليس مرحبا به بالشارع، وأن استطلاعات الرأي لا تشير بأنه هو يعني المرشح المؤهل للفوز. ومنذ فترة طويلة وهي تسعى بأن يكون المرشح هو إمام أوغلو، كانت هناك كثير من العبارات التي شبهته بمحمد الفاتح، وقالت أن أختها رأت على أنه مكتوب على جبينه ربي يسر. كثير من يعني المحاولات ليست الجديدة، ومنذ فترة طويلة كانت تسعى أكشنار لأن يكون المرشح هو إمام أوغلو وليس كلجدار أوغلو. في الفترة الأخيرة أفل نجم إمام أوغلو بسبب الفشل الذريع بإدارة بلدية إسطنبول وبسبب الدعوة المرفوعة عليه. توجهت إلى رئيس بلدية أنقرة يواش، أيضا نعم كان بالفترة الأخيرة يقول، يعني كان سابقا يقول أنه ليس مرشحا، لكن بالأيام الأخيرة قال إذا تم ترشيحي فأنني لن أهرب من هذه الوظيفة. ميرال أكشنار هي لا تقتنع بأن كلجدار أوغلو هو يعني المرشح الأفضل اعتمادا على استطلاعات الرأي واعتمادا على كثير من المبررات التي ذكرتها. لكن يعني الطاولة السداسية أو اللي أصبحت خماسية لم تشاركها هذا الرأي، ووجدت نفسها وحيدة فقامت بهذا التصرف الأخير. ولكن هنا يعني لماذا رفض كمال كلجدار أوغلو ترشيح أيا من أو كل من إمام أوغلو أو منصور يباش للترشح للانتخابات؟ لربما بهذه الطريقة يعني يحافظ على بنية الطاولة السداسية. يعني رغم كل التصريحات التي يعني التي أدلت بها يعني أكشنار اليوم بأن مصلحة الوطن هي فوق مصلحة المصلحة الشخصية، ولكن صراحة بالسياسة المصلحة الشخصية والمصلحة الحزبية هذه هي مقدمة في كثير من الأمور عند كثير من الأحزاب. اليوم كلجدار أوغلو بكونه يعني رئيس الحزب للحزب الشعب الجمهوري هو مجبر بأن يترشح في هذه المرة، لأنه سبق وأن تم ترشيح يعني أكثر من مرة. في المرة السابقة بالمرة الأولى تم ترشيح إحسان أوغلو وباء بالفشل، ومن ثم تم ترشيح محرم إنجا. وأيضا فكانت هناك كثير من يعني النقد لماذا رئيس الحزب لا يترشح. قبل أشهر، قبل عام تقريبا، كانت هناك مؤشرات بأن العدالة والتنمية بدأت أصواته تخفت، وبدأ بسبب يعني الأزمات المتلاحقة التي حصلت وبسبب يعني الوضع الاقتصادي، فحصل نوع من يعني التفاؤل، أو نقول أن المعارضة بدأت تشعر أن هذه المرة هي المرة يعني سيفوزون بالانتخابات، وكأنهم فازوا بالانتخابات، بدأوا يتصرفون على أساس أنهم هم الفائزون. لذلك كانت هذه الأمور كلها تدفع بكلجدار أوغلو بأن يكون هو المرشح هذه المرة، وخاصة بعد أن استطاع أن يجمع حوله عدد من الأحزاب الأخرى، الحزب اليمينية والوسط، وإن كانت أصواتها يعني قليلة جدا لا تكاد تصل إلى 1% أو 0.5%، لكن وجودها المعنوي هو مهم جدا. من ناحية أخرى يعني عندما يترشح، إذا ترشح يعني أي شخص منافس
وحصل على أعداء يعني أصوات يعني وإن لم يفز بالرئاسة، لنقل لو ترشح إمام أغلو وحصل على أصوات مثلا 45% أو 48%، فهذا سيجعله هو الذي سيستلم قيادة الحزب، وبذلك قلشدار أغلو سيفقد أيضا يعني رئاسة الحزب. لذلك كل هذه الأسباب دفعته بأن يكون هو المرشح ولا يدفع بغيره لأن يكون هو المرشح. طيب، إشارة أكشينار إلى أن حزبها لن يكون في الطاولة السداسية بمثابة كاتب عدل، يعني يصدق على قرارات الآخرين، إلى أي مدى من الممكن سحب هذا التصريح على باقي أحزاب الطاولة السداسية على أنها كما يقول البعض شكلت لترشيح كمال كليتشدار أوغلو؟ يعني أكشنر يعني قالت هذا التصريح. أولا أنا أريد أقول أن يعني الممثلين أو الكتاب العدل اليوم يعني أدانوا هذا التصريح لأنه اعتبروه يعني إهانة بالنسبة لكتاب العدل، هذه من ناحية. ربما يعني تتراجع عن هذا التصريح بسبب هذا الانتقاد الذي جاء اليوم. هي ليست التصريح الأول، كانت دائما تقول بأن هذه الطاولة ليست هي يعني مجرد أن توقع على الإملاءات أو القرارات، هي كانت تريد أن يكون لها صوت أكثر من الأصوات الأخرى، وهذا نقطة خلاف أيضا ما بين يعني الأطراف الطاولة السداسية. فهناك خلافات كثيرة، هي كانت ترى أن حزب الجيد يجب أن لا يكون يعني ثقله على الطاولة مثل بقية الأحزاب الأخرى التي أصواتها لا تكاد تصل إلى 1% أو 0.5%، كانت تريد أن يكون لها أكثر من صوت، يعني صوت مرجح، ويكون لها يكون القرار بيد الحزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري، وكانت تريد أن يكون هناك لها يعني أيضا نصيب كبير من التقاسمات. يعني كان هناك كثير من الكتاب ينتقدون أن يعني هذه الطاولة السداسية حتى الآن لم تستطع أن تخرج أو تسمي المرشح، كانوا يدعون بأن يعني تسمية المرشح سيجعله ربما يعني ينال كثير من الانتقادات ويعني حتى وصول الانتخابات، لكن صراحة هم كانوا مختلفين على مجرد تسمية يعني المرشح، فكانت هناك خلافات عميقة طفحت يعني على سطح الطاولة في الأخير، وحصل الانفجار يعني الذي يعني أجبر أكشنا انسحب، وهي يعني يعني طيب الآن نعم أستاذ مصطفى، الآن ما هو مصير الطاولة السداسية بعد هذا الإعلان، إعلان أكشنار اليوم، وما هي الخيارات أمام أحزاب هذه الطاولة بعد هذا الانقسام الذي يعني لربما هذه الطاولة كان معول إعلان مرشحهم يوم الاثنين المقبل؟ رئيس الجمهورية السابق سليمان داميريل يقول يعني دائما له قول يذكره كثيرا من الأتراك، يعني أن بالسياسة 24 ساعة يعني وقت طويل، زمن طويل، ربما يحدث كثير من التحولات والتغيرات. قبل قليل كنت يعني أرى أن تصريحات لأكشنار وهي تقول أنني لن أهين يعني الطاولة السداسية ولن أكون أنا من يهدم الطاولة السداسية، مثل تصريحات داود أوغلو عندما قال أنني لن تسمعوا مني كلمة بحق رئيس الجمهورية وبحزب العدالة والتنمية. ففي السياسة التحولات والانعطافات هي كثيرة، هناك صراحة عديد كثير من السيناريوهات. يعني هل تعود أكشنار إلى الطاولة السداسية بعد ما حصل من هذا الشرخ؟ الأمل ضعيف جدا. طبعا هي تسعى الآن أن يكون هناك مرشح، يعني هل تستطيع أن تقنع رئيس بلدية إسطنبول، وهل يغامر رئيس بلدية إسطنبول بالترشح بالانسحاب من بلدية، يترك بلدية إسطنبول وينسحب من الحزب الشعب الجمهوري ويدخل مع الشعب الجيد؟ هذا سيناريو موجود. السيناريو الثاني أن يعني ربما يكون هناك تجمع جديد، وبدأت مظاهر هذا التجمع حول تكون هي يعني صاحبة الطاولة الجديدة، ربما يكون عدم أن ترشح يعني أي مرشح، وربما هي تترشح هي بنفسها. السيناريوهات صراحة كثيرة، لكن كليتشدار أوغلو لن يتراجع، ومرشح هو الحزب الشعب الجمهوري ومعه الأحزاب الأربعة، وربما يجمع بعض الأحزاب الصغيرة، وأكشنر اليوم تبحث عن بديل. طبعا هناك من يعني هل يتساءل هل
تقبل بدعوة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان القديمة الموجهة لها السياسة. طيب يعني هنا يعني بالمقلب الآخر، يعني إلى أي مدى يعزز هذا الانسحاب وهذا يعني إن صح التعبير فرض عقد الطاولة السداسية، إلى أي مدى يعزز حظوظ الرئيس التركي أردوغان بالفوز بفترة رئاسية ثانية؟ شخصيا أنا كتبت مقال منذ أكثر من شهر تقريبا أو شهر ونص، يعني هل حسم رئيس الجمهورية، هل حسم أردوغان الانتخابات من قبل أن تبدأ؟ صراحة يعني كثير من المؤشرات يعني تشير إلى أن اليوم حظوظ الطاولة السداسية لم تكن موجودة، كان هناك نفخ يعني وتضخيم من قبل أقلام وصحفيين كثيرين كانوا يعني حتى المشروع الذي يعني أخرجوه على أساس أنه 300 صفحة وأنه يعني يعني يبني تركيا من جديد، ورغم هذا التضخيم الإعلامي رأينا البارحة أنه لم يكونوا متفقين على شيء. الأحزاب الصغيرة مثل داوود أوغلو، باروجان والحزب السعادة، هؤلاء لا يبحثون عن فوز بمرشحهم برئاسة الجمهورية، هم يبحثون عن مقاعد بالبرلمان، هم يريدون أن يدخلوا بالبرلمان، لذلك هم مع داوود، مع كلستار أوغلو. ربما أيضا يكفيه أن يحصل على أصوات، يحصل أكثر من 45% من الأصوات لكي أيضا يستمر برئاسة المعارضة. ذاك رئيس الجمهورية اليوم هو مشغول بالزلزال والجراح، وهذا مؤشر. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب السياسي التركي مصطفى حامد أوغلو، شكرا جزيلا لك.